هل الفنون القتالية لها فائدة حق عيالنا؟ نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى من برنامج أجر عافية. يسأل الكثيرين الفنون القتالية هل يتعلم الشباب العنف؟ الفنون القتالية هل فيها إصابات؟ هل ممكن تخلي الإنسان يصاب إصابة بليغة تخليه حتى ما يمارس أي نوع من أنواع الرياضة؟ اليوم راح نتكلم عن هالموضوع بشكل فيه إسهاب وفيه توضيح للسادة المشاهدين عن هذا الأمر. الفنون القتالية، طبعا الفنون القتالية احنا كلنا نعرف انها هي متنوعة وعديدة، وكل فن له ستايل معين وله طريقة بالتدريب، وكل فن ايضا يأتي من مسقط رأس مختلف. يعني في فنون مسقط رأسها اليابان، في الصين، في كوريا، في أمريكا، في أيضا في تايلاند وماليزيا، وفي يعني لعبات غير مشهورة. لكن إذا نتكلم على الأشهر منها واللي موجودة في الساحة، خلينا نقول الأولمبية منذ زمن طويل، اللي هي الملاكمة، وطبعا الحين أضيف إليها طبعا موضوع الكيك بوكسينج اللي هي اللكم والركل. الملاكمة طبعا إصاباتها إذا تفاقم الموضوع يعني وصار في لعب الطريقة خشنة، ممكن الإنسان يصاب إصابات تؤدي إلى كسر الأنف، تورم العينين، تورم الشفاه، التهاب اللثة، ممكن إذا مو لابس الواقي يصير في كسر في الأسنان، كسور في الفك، تهتك في عضلات البطن، الطحال ايضا بالنسبه حق الركلات والكلى، طبعا ايضا ممكن تتاثر عن طريق الركلات. ففيها اصابات عديده الحقيقه، واصابات ممكن تخلي الانسان يبطل الرياضه. لكن نلاحظ ان اصاباتها اغلبها وين؟ في الجزء العلوي من الجسم. طبعا في اصابات في الجزء السفلي، لكن هي ما تكون وايد دارجه بالنسبه حق الفنون القتاليه بالذات، الا في اللعبات اللي يكون فيها نوع من السيطره ومثل ما يسمونها اللوك على الريل، وهذا محاوله يعني تلجيم الشخص او تقييد حركته. شنو اللاعب ممكن يسوي علشان يتفادى الاصابات؟ طبعا لازم لبس الواقي خلال التدريب وخلال المباراه. في ناس تتهاون على اللبس الواقي، بالذات واقي الوجه، زين، كون يعني يقول انا ما احتاجه، انا وصلت لمرحله من الحرفيه ان انا ما احتاج الواقي، اقدر ادافع عن نفسي، وهذا مفهوم خاطئ. في ناس ما تلبس الواقي مال الفن، وايضا هذا قاعد يؤدي حق اصابات ممكن تخليه يتاذى لاسابيع يعني ويبطل يلعب. احنا شنو اللي نقصده من هالامور؟ احنا ودنا اللاعب لما يلعب نضمن له الاستمراريه. ليش؟ الاستمرارية قاعد تخلي اللاعب يوصل، انه يوصل يصير بطل، يحقق انجازات على مستوى الكويت وبرا الكويت. ما نبي في وسط المشوار يضر نفسه، كونه موضوع يصير يعني بسبب تهور او عدم دراية او لا مسؤولية. زين، لازم يكون الشاب اللي يمارس هذه الامور يكون واعي حق الشيء اللي قاعد يمارسه. في لعبات اخرى غير الملاكمة والامور هذه، في اللعبات اللي هي يعني مثل ما يقولون انطلقت عندنا بالكويت في الفترة الأخيرة، مثل التايكواندو، زين، انتشرت أيضا، واستخدامها في الريل أكثر من الإيد، فإصابات الريل أيضا ممكن تكون واردة، أيضا إصابات الكتف والوجه عن طريق التايكواندو في حركات معينة مثل الرايزنج اللي تنزل على الكتف وغيرها والإصابات. بس التايكواندو عندهم نظام جديد ممتاز، قاموا يستخدمون الهوغو اللي هو الحماية،
وصارت العملية عن طريق مثل الجهاز الرنان اللي يتم الضربة فيطق البز، يعرفون أنه والله صارت الإصابة في هالمكان فيأخذ نقطة عليها. ففي حمايات، في أساليب الواحد ممكن يتبعها عشان يحمي اللاعب ويحمي اللعبة أيضا من تشويه السمعة يعني. وفي لعبات أخرى ممكن يكون فيها مثل اللوكس والمسكات وكذا، مثل الجوجيتسو والآيكيدو والجودو. هذه طبعا أغلب إصاباتها تكون عن طريق المفاصل والأربطة حق الرست اللي هو الرزق، والكوع والكتف والرقبة، وبعض الأحيان الظهر، وإذا صار أيضا اللوك على الريل أيضا ممكن الريل تتأثر. فهالأمور هذه لازم الواحد يخلي باله، ولما يبتدي يتدرب خلال التدريب يتدرب مع واحد فاهم، ما يتدرب يعني ثوري عندنا الكويت مع واحد عليبي، لأن إذا تدرب محمد علي فلاش يقول أنا عندي ألعب مع جورج فورمان ولا أني ألعب مع واحد عليمي، مع أن جورج فورمان ممكن أنه يعني يواجهه مواجهة قوية، لكن العليمي ممكن يضربه ضربة لأنه مو فاهم فيسبب له أذى بليغ. ليش؟ لأن العليمي مو فاهم شو السالفة، ممكن يستخدم ريلة يركل في أماكن حساسة، ممكن أنه يطق طقة غلط على الأذون أو على العين. لازم الواحد يعرف مع منه قاعد يتدرب، وأيضا يتدرب عن مدرب محترف يعرف شلون يوصله من إلى. يعطيكم العافية، وإن شاء الله ديروا بالكم على نفسكم من خلال الفنون القتالية، وهي لعبة حلوة وألعابة حلوة، لكن الحرص واجب. نقول لكم في النهاية أجر وعافية، نشوفكم الحلقة الجاية، يعطيكم العافية. حبينا بس نستفسر عن الأعراض لآلام الرقبة وعلاجها. دكتور، رقبتي تعورني، جملة نسمعها كثيراً لمرضانا في عيادات الروماتيزم. أول شيء يسويه الدكتور يحدد المدة الزمنية اللي يعاني منها المريض، كانت أكثر من 12 أسبوع أو أقل من 12 أسبوع، لأن أسبابها تختلف. للأسف في العصر الحالي أهم أسباب آلام الرقبة عندنا طريقة المعيشة اللي يعيشها مريضنا، سواء كان 8 ساعات اللي يقضيها في نومه، 8 ساعات اللي يقضيها في دوامه، 8 ساعات اللي أنا أسميها يسوي أعمال أخرى. ما بقول الغالبية، ولكن الكثيرين ينامون على وضعيات خاطئة، منها الوضعية اللي نم والله دكتور أنا طول عمري أنام على بطني ورقبته بهالطريقة ممتدة، ويقوم الصبح يقول أنا عندي آلام في رقبتي. فهذه جدا مهمة. دكتور أنا قاعد على الكمبيوتر 10 ساعات 12 ساعة، طريقة قعدته في الكرسي والبوزيشن ماله في المكتب كلها خطأ في خطأ. فهذه جدا مهمة تفرق معنا. من الأسباب الخطرة لآلام الرقبة اللي الطبيب يحتاج إنه يشخصها بسرعة عشان يعالجها بسرعة، مشاكل الديسك، الخشونة الشديدة في الرقبة. إذا كان الديسك مأثر على الحبل الشوكي اللي هي الأعصاب اللي ممتدة من الرقبة. الأسباب الأقل خطورة الشد العضلي، شد الأربطة، هذه ممكن علاجها بشكل سريع وبسيط بوصفة علاجية. شنو الشكوى للمريض هيها؟ في الأحيان يكون الألم مو مركز في الرقبة، يكون ما بين في منطقة على الظهر، وأيضا يكون أساسها من الرقبة. ألام ممكن تكون فيها على الذراع، ممكن تكون تمتد إلى اليدين، مصاحبة إلى خدار. الخدار يحدد لنا أماكن بعض الأحيان وين المكان الموجود فيه المشكلة. إذا الخدار كان في الصبع الكبير على سبيل المثال، يفرق إذا كان الخدار موجود في الصبع الصغير. إذا كان في ضعف في عضلات، دكتور أنا أشيل الكوب أشيل الجدر أحس أن الجدر يطيح مني، معناته في ضعف في العضلات، هذا يؤدي إلى المريض يشكل أو الطبيب يشكل أنه في مشاكل في الحب الشوكي. بعد التشخيص كلينيكي، بعد الطبيب ما يتكلم عن المريض عن الحالة التاريخ المرضي، يتكلم عن الفحص المرضي. في بعض الأحيان يحتاج يلجأ إلى بعض الفحوصات، أهمها الأشعة العادية لتشخيص خشونة المفاصل وخصوصا فقرات الرقبة. في بعض الأحيان أيضا يلجأ إلى فحص الرنين المغناطيسي إذا كان شاك أنه في مشاكل في الأعصاب أو الديسكات. بعد تحديد الحالة نتكلم مع المريض لتحديد العلاج، وأيضا أنه شنو ممكن راح يصير في آلام الرقبة. 90% من المرضى اللي يعانون من آلام الرقبة الحادة اللي هي أقل من 3 أشهر راح يتحسنون، سواء كانت بعلاج أو بدون علاج. 10% اللي هو 1 من كل 10 مرضى للأسف هذا الآلام ممكن تمتد لأكثر من 3 أشهر وتحتاج إلى فترة علاجية أطول. أهم شيء، وهذا يمكن شيء منسي من قبل كثير من الأطباء، تكلم مع المريض عن طريقة نومه بالفراش، تكلم عن نوعية حتى الماترس اللي هو قاعد ينام عليها،
يتكلم عن دوامه، ايش قاعد يسوي، قاعد على الكمبيوتر، طريقه حتى مسكه التليفونات الموبايل احنا عندنا صايره غلط، منزل راسه ومجابل الايفون ولا الجالكسي لمده ساعه ساعتين وبعدين يقول انا اشكي من الام ركبه. هذه جدا مهمه عشان نمنع الالام في المستقبل. في بعض الاحيان نرجع الى مسكنات، وهي ما تكون بس مسكنات، في نفس الوقت تكون مضاده للالتهابات، يكون في التهاب بالعصب، التهاب بالعضله، يطخخ الالتهابات هذه عن طريق الادويه هذه. علاج طبيعي جدا مهم، تكلمنا عنه في حلقات سابقة، وأيضا نركز عليه اليوم في آلام الرقبة. لازم نتكلم عن نوعين من العلاج الطبيعي، التمارين اللي تؤدي إلى استطالة العضلة والتمارين اللي تؤدي إلى تقوية العضلة. في نفس الوقت نحن نتكلم على تمارين عشان نرخي العضلة، لازم القوية عشان الجسم يبدأ يصير فيه انحناء ويكون الآلام تكون حادة. في حالات نادرة نلجأ إلى تحويل المريض إلى جراحين الأعصاب إذا كنا نتكلم عن مشاكل في الأعصاب ومشاكل في الديسكات. هذه عادة يتم تشخيصها بالفحوصات الكلينيكية والرنين المغناطيسي، والطبيب الجراح يتكلم بكل صراحة مع المريض عن نسبة نجاح العملية وأيضا ممكن بعض المضاعفات اللي تكون مصاحبة لهذه العمليات. أتمنى أن أكون شرحت بشكل موجز أهم أسباب آلام الرقبة الحادة وآلام الرقبة المزمنة. يمكن الناس تهمك أكثر الآلام المزمنة، تبي تعرف شنو الخطة العلاجية عن طريق الفحص الكلينيكي وبعض الفحوصات اللي نطلبها. أتمنى أن الناس ما تنسى شيء مهم، إذا عندك خدار دايم ما قاعد يروح لأيام، عندك ضعف في العضلات لا تسين بحالتك، روح حق الطبيب المختص، خليه يفحصك، خليه يطلب الفحوصات، لأن التدخل السريع والتدخل المباشر راح يساهم في سرعة شفائك من هذا المرض. إذا تم فقدان إحدى الأسنان كيف يتم تعويضها؟ حياكم الله معنا أعزائنا المشاهدين في برنامجكم أجر عافية. اليوم في سؤال حق الناس اللي صار عندهم للأسف فقد حق سن أو أكثر، يسألون شنو ممكن إحنا نعوض أسناننا فيه. طبعاً غالب الطب الحين قاعد يتجه حق زراعة الأسنان. طبعاً زراعة الأسنان عملية للي حاتي واللي خايف وشايل باله شوية، ترى زراعة الأسنان عملية بسيطة جدا مو مؤلمة إذا تمت على يد دكتور متخصص. لازم يكون طبيب متخصص يكون عنده تخصص في زراعة الأسنان وعنده خبرة ممارسة في هالشيء، عشان لا تكون الزرعة غلط، لأن الزرعة إذا كانت غلط ترى حال الضرس اللي يكون فيه مشكلة تنشلع، يعني مو لما تنحط الزرعة تتم للأبد، لا ممكن إذا كانت خاطئة يقدر الدكتور يشلعها وبعدين ينتظر عليه فترة على ما تطيب. فتحرصوا في اختيار طبيبكم، هذه نصيحة جدا مهمة. ثاني شيء، شلون تم عملية الزراعة؟ بكل بساطة هو تعويض حق سن مفقود. مثل ما انتم عارفين السن يتكون من جزئين، اللي هو الجذر اللي يكون موجود داخل العظم، هذا الجزء اللي احنا ما نشوفه، والجزء الثاني اللي هو التاج اللي هو نستخدمه ونشوفه داخل الفم والواحد ياكل فيه. لما ينفقد الضرس ينفقد الجزئين، الجذر والتاج اللي فوقه، فاحنا نبي نعوضهم، ما نقدر نحط تاج بدون جذر. هني يدور الزراعه. الزراعه هي عباره عن ان نركب زرعه خاصه تكون مصنوعه من ماده التيتانيوم، تنحط داخل الفك بالعظم نفسه عن طريق إجراء جراحي بسيط جدا تحت المخدر الموضعي، ما يحتاج بنج عام. تنحط الزرعة، ننتظر عليها على حسب صحة المراجع أشهر، يعني ممكن من شهر شهرين أربعة أشهر خمسة أشهر على حسب استجابة وشفاء المريض. بعد ما تطيب الزرعة نفتحها وناخذ، كنا ماخذين قياس من قبل، ونركب فيها الجزء اللي يعوض التاج، وبعدين نحط عليها التلبيس حال ضرس إذا كنا باردين، وبنركب عليه إكرام حق التلبيس. بعض الزرعات تكون طريقة مباشرة، بعض الزرعات تحتاج ان نزرع لها عظم اذا كان العظم مفقود، وحتى زراعه العظم شيء بسيط ما هو صعب، ويتم تحت اجراء البنج الموضعي نفس ما ذكرت لكم. وممكن بس اذا احتاج زراعه عظم الطول شويه فتره علاج الضرس مع الزراعه. الشق الثاني من الزراعه يقول لكم اذا واحد فقد اكثر من ضرس شنو يسوي؟ ممكن احنا نسوي جسر بس على الزراعه. الجسر ابدا ما يكون بين ضرس وزرعه، الضرس لازم يكون الجسر اعتذر يكون بين ضرس وضرس ويكون في فراغ مفقود بينهم، او الجسر يكون بين زرعه وزرعه وفي فراغ بينهم. المسافه وقوه التحمل يحددها لكم الطبيب المعالج. طبعا في سؤال كذلك يسالونه عن التركيبات، شنو هي التركيبات وشنو انواعها وشنو الموجود. طبعا التركيبات اللي لا زالت هي اقوى تركيبات موجوده بالسوق بس ما حد قام يستخدمها الحين، هي تركيبات الذهب. هذا عند اهلنا اول قديمين كانوا يستخدمون تركيبات الذهب، هي اقوى شيء
وهي افضل شيء، لكن الحين ذهب تعرفون وايد مرتفع سعره، فجدا مكلفه ومن ناحيه الجماليه مو حلوه، ما يقدر واحد يضحك وحاط ضرس قدام ذهبي، راح يكون شكله شويه غريب. الحين التلبيسات صارت اغلبها بورسلين، في بعض التركيبات تكون معدن كقلب مال الضرس وينتركب عليه فوق بورسلان، هذا مع الوقت يشف شوي البورسلان ويبين اثر رمادي واطراف اللثه تبين عليها مثل في تسوس رمادي، بس هذا المعدن هو اللي كشفت اللثه من عنده. ما قلنا نفضلها وايد، ما نستخدمها وايد هالايام، هي تعتبر ارخص انواع التركيبات. النوع الثاني اللي يكون كله سيراميك، تركيبه تكون اول بورسلين مصنوعه من السيراميك، قوتها زينه لان الدواعي التجميليه افضل، مستحب نستخدمها على الاسنان الاماميه. حاليا الطب تطور وصار ان التركيبات زيركونيا، الزيركونيا هي اقوى شيء، استدامتها وعمرها الافتراضي بالفم وايد طويل وتتحمل الضغوطات، وممكن احنا نخلط بين زيركونيا كقلب ونحط عليه سيراميك من برا، اذا اضطرينا نحطه على ضرس امامي يكون عليه لود كبير. طبعا التركيبات بعد ما تتركب تحتاج مراجعه دوريه لاجراء التنظيفات والمعاينه ان الماده اللاصقه لا زالت موجوده واللثه حوالينا زينه، وهي جسم صناعي لازم نهتم فيه. طبعا اتمنى تكون الاجابات هذه نفعتكم واجر وعافيه. ما هو الكوليسترول؟ كثير من اسئلتنا عن الكوليسترول، شنو الكوليسترول؟ شنو الضار؟ شنو النافع؟ دكتور انا عندي كوليسترول مرتفع، هيك يقول لك بالديوانيه فلان كوليسترول 6 عادي، شنو يعني كوليسترول 6 دكتور؟ ماني حاسس بشيء. كوليسترول يا جماعه قصتها طويله وما تبدي من عمر متاخر، بالعكس تبدي من عمر متقدم. نبدي من الدراسات اللي سووها الامريكان حق الناس اللي هم توفوا بسبب الحوادث وهم شباب، يعني بعمار العشرينات ثلاثينات ولا يعانون من اي امراض. هذول الناس اللي تبرعوا في أجسادهم بعد الوفاة لعملية البحث، لما شرحوهم لقوا أن شرايينهم مليانة كوليسترول، مو سدادات ولكن هناك في ترسبات كوليسترول كثيرة. وهذا يعني أوجد للعلماء فكرة أن تعال اليوم لما أنا أجي المستشفى وعندي جلطة في القلب وشرياني مسكر بالكوليسترول، هذه القصة ما ابتدت من هني، هذه القصة ابتدت من 20-30 سنة، ابتدت وانت شباب قاعد تاكل وجبات سريعة، ابتدت وانت شباب قاعد تخن، ابتدت وانت شباب وانت ربادي ما قاعد تحرك. كل هذا ما يجيك بيوم وليلة، ولذلك انا دائما اقول حق الناس كوليسترول مثل حية الرمل ما تشوفها، يوم من الايام راح تطلع وتلدغك. كوليسترول ما يسوي عوار راس ولا يسوي عوار بطن ولا يعطيك أعراض معينة ولا صداع ولا شيء، هو بيك بجلطة اليوم باكر هو يايك. وذلك لما يصير عندك كوليسترول عالي لا تطمن، لا تقول والله ها أنا كوليسترول 6 ما فيني شيء، كان كني البخت، هذا اللي ضيع الناس. ولذلك اليوم إذا أنت كبير بالعمر ابد بعيالك أيضا، أنت لك فرصة أنك تعدل كوليسترولك، لكن أيضا ابد بعيالك، ابد بالأكل الصحي، ابد بالحركة، خلهم يعيشون حياة فيها أكل صحي، مو كله وجبات سريعة وطلبات وأكل مليان دسم. تمام؟ اليوم إحنا نقول الكوليسترول، لما نيجي نفحص كوليسترولنا تينا أرقام. أول شيء توتال كوليسترول اللي TCHOL، توتال كوليسترول أول رقم بالكوليسترول اللي الناس دائما تتبعه 5 و6 و7 و4. إحنا كأطباء ما ننظر إلى هذا الرقم بشكل كبير، إحنا ننظر لأرقام التفصيلية للكوليسترول النافع والضار. النافع اسمه HDL، الضار اسمه LDL. ولذلك المريض اللي عنده الكوليسترول النافع نازل، هذا نسبة إصابته بالأمراض القلب عالية. ليش؟ لأن الكوليسترول النافع هو الكوليسترول اللي يشيل الكوليسترول من الشرايين ورده للكبد عشان تحلله. وذلك لابد أن اليوم لما تقرأ كوليسترولك تقرأ بطريقة جيدة مع طبيبك. إحنا نقول شنو الكوليسترول الطبيعي؟ وهم هذه أيضا من المشاكل، الناس عبالهم الكوليسترول الطبيعي هو الرقم اللي يطلع بالورقة على الجنب، هذا الرقم ما نستخدمه ولا يستخدم، وإحنا نتمنى اليوم أن وزارة الصحة أن تلغيه، وإن شاء الله راح تلغيه قريبا. الكوليسترول الطبيعي يفصل على درجة خطورة الإنسان، يعني هل يعقل أن أنا أعالج كوليسترول المدخن مثل غير المدخن؟
أكيد المدخن لازم أنزل الكوليسترول أزيد. هل أنا عالج إنسان اللي عنده تاريخ عائلي بالجلطات مبكر؟ أي إنسان عنده تاريخ عائلي بالجلطات تحت 60 سنة هذا عامل خطورة كبير. الإنسان اللي عنده ضغط، الإنسان اللي عنده سكر، كل هذولا هاي عوامل خطورة الإصابة بأمراض القلب. هذول إحنا نعالجهم بالكوليسترول بطريقة مختلفة، بأرقام مختلفة. أما الإنسان اللي ما عنده كوليسترول، ما عنده عفواً عوامل خطورة، هذا الإنسان اللي نقول له يبقى كوليسترولك لازم يصير أقل من 4.5 بشكل عام. إني حق هذول اللي عندهم عوامل خطورة، كثر ما تزيد عوامل خطورتك كثر ما لازم كوليسترولك ينزل. عندك ضغط وسكر وتدخن، كوليسترولك لازم يصير أنزل من لو عندك بس ضغط أو بس سكر أو بس تدخن. شلون نعرف؟ نعرف عن طريق الكوليسترول الضار. لابد من إنزال الكوليسترول الضار. فبشكل عام إحنا نقول أي إنسان عنده عوامل خطورة أكثر من واحد لازم الكوليسترول الضار ينزل عن 3، إذا 2 ينزل عن 2.5، إذا 3 أو 4 أو عنده جلطات سابقة هني يجب أن ينزل عن 2. هذا الضار مو كلي، وذلك يجب علينا إن إحنا نشوف وين وضعي أنا بالكوليسترول. لما أروح حق الدكتور لا تطمن من الرقم اللي هو موجود، أقول له دكتور شوف لي الضار والنافع وين أنا موجود في عوامل الخطورة اللي عندي. اليوم أنت تقدر تعرف عوامل الخطورة حتى من الإنترنت، ممكن تدش أكو جرافات أو أماكن تحط فيها عمرك وإذا عندك ضغط، تعطيك أيضا عوامل خطورة، وأيضا الأطباء يستخدمونها بتحديد عوامل الخطورة. ولذلك لا تآمن للكوليسترول، هناك أدوية كثيرة تنزل الكوليسترول ومتوفرة يعني من الدولة بشكل سلس في المستوصفات. فبادر قبل لا يجيلك الكوليسترول بالجلطة، وأجر وعافية. يعطيكم العافية. بغيت أسأل الدكتور المختص في نظام غذائي مفيد وسهل بنفس الوقت. الكثير يسأل عن نظام غذائي سهل وصحي بنفس الوقت. بما أن الحين الإنستغرام مليان أنظمة غذائية وكل يتكلم في التغذية وفي الرجيم وفي أنواع كثيرة طلعت، لكن أي واحد أي شخص يبي يتبع نظام غذائي يفضل أنه يذهب لذوي الاختصاص، ما أي تخصص ثاني يتكلم في التغذية وانت تتابعه. ممكن انت عندك مشاكل صحية تتابع اي نظام غذائي ثاني موجود من الانترنت من الانستغرام يسبب لك مضاعفات ثانية وانت بغنى عنها. فعشان كذي اسهل طريقة ان انت تتبعها في حياتك اليومية هو الطبق الصحي، بمعنى ان انا اقسم طبقي الى مجاميع، هذه المجاميع تتكلم عن المجاميع الغذائية، لأن أنا في عشان أغطي المغذيات اللي جسمي يحتاجها يجب أن أنوع في الغذاء. غير التنويع لازم في اعتدال في تناول الأغذية وأيضا الاتزان في الكميات اللي احنا ناخذها من كل مجموعة. ما يصير انا افضل مجموعة على مجموعة اخرى، مثلا نظام البروتين اركز عليه واخلي باقي المجاميع الغذائية، او رجيم المي اخذ المي واترك باقي المغذيات الثانية. لذلك انا لازم اختار من جميع الاغذية بحيث اني انا اخذ كل المغذيات اللي جسمي يحتاجها من هذه المجاميع. يوميا احنا يجب ان نتناول 5 وجبات في اليوم، وجبة افطار، وجبة خفيفة، وجبة غداء، بعدها وجبة خفيفة، وجبة العشاء. هذه 5 وجبات، شنو الغرض من هال5 وجبات؟ هي فقط لتقليل الكميات، لان اذا انا تناولت وجبة وتركت وجبة ثانية معنى هذا لما أي على وجبة اللي بعدها أي أكل كميات كبيرة. فعشان كذي إحنا نفضل إن إحنا ناخذ 5 وجبات تكون غنية بالمغذيات، تكون متنوعة، ما في شيء اسمه حرمان، ما أمنع نفسي من أي شيء، ولكن الاعتدال ضروري.
في كميات الأطعمة اللي أنا أختارها. طبعاً عندنا وجبة الريوق يفضل أن يكون فيها من مجموعة الخضروات، ويفضل أن إحنا نختار من الخضروات الداكنة، نختار الخبز أو الصمون الغني بالألياف، يعني نختار الخبز الأسمر أو التوست الأسمر مع شريحة جبنة قليلة الدسم وكوب حليب قليل الدسم. هذا مثال على وجبة ريوق صحية. بعدها بساعتين أقدر أخذ وجبة خفيفة، يفضل أن يكون فيها أي نوع من الفواكه اللي أنت تحبها وبكميات معتدلة. نقدر احنا نضيف عليها بعد ايضا كميه بسيطه من المكسرات المفيده اللي هي ممكن لوز الجوز الني نقدر ناخذ. وبعدها عندنا وجبه الغداء ناخذ فيها كميه بروتين كافيه تغطي احتياجي من اللحوم ولا سمك ولا الدجاج او البقوليات، وايضا ممكن ان انا اتناول من العيش الاسمر أو ممكن الشوفان أو البرغل مع طبق من السلطة. ونركز على السلطة، أي كمية خضار إحنا نتناولها ما في أي مشكلة، ما تزيدني أنا بالسعرات، ولكن الصلصات اللي إحنا نستخدمها هي اللي تجعل من طبق السلطة الصحية تجعلها طبق غير صحي. فيفضل أن أنت تستخدم زيت الزيتون، الصماق عوضا عن الملح، وممكن احنا نضيف ليمون او الخل للاشخاص اللي ما عندهم اي مشاكل في المعده. بعدها عندنا وجبه خفيفه، ايضا نقدر ناخذ 3 حبات تمر او اي نوع ثاني من الفواكه، ممكن ايضا من بدائل اللي نقدر ناخذها نتناولها كافيه تغطي احتياجي من اللحوم ولا السمك ولا الدجاج او البقوليات، وايضا ممكن ان انا اتناول من العيش الاسمر او ممكن الشوفان او البرغل مع طبق من السلطه. ونركز على السلطه، اي كميه خضار احنا نتناولها ما في اي مشكله، ما تزيدني انا بالسعرات، ولكن الصلصات اللي احنا نستخدمها هي اللي تجعل من طبق السلطه الصحيه تجعلها طبق غير صحي. فيفضل ان انت تستخدم زيت الزيتون، الصماق عوضا عن الملح، وممكن احنا نضيف ليمون او الخل للاشخاص اللي ما عندهم اي مشاكل في المعده. بعدها عندنا وجبه خفيفه، ايضا نقدر ناخذ 3 حبات تمر أو أي نوع ثاني من الفواكه، ممكن أيضا من بدائل اللي نقدر ناخذها نتناولها في وجبة الخفيفة، ناخذ مثلا النفيش ما نكون بدون إضافة الزيت أو الملح، وأيضا ممكن ناخذ أنواع من البسكويت اللي تكون بالنخالة وما فيها أي مضافات من الدهون المهدرجة. وجبة العشاء يفضل ان احنا نتناولها تكون خفيفة، ممكن اخذ لي طاسة روب قليل الدسم، نضيف عليه شوية من حبوب بذر الكتان، ممكن اضيف عليه خيار، ورق النعناع، واخذ معه اي قطعة بروتين من مجموعة اللحوم، دجاج كان او مثلا ممكن ناخذ تونة في وجبة العشاء وتكون مشوية. فكل وجبة والثانية في بينهم من 2 إلى 3 ساعات، فبالتالي لما أوصل على وجبة العشاء يكون بوقت 3 ساعات قبل وقت النوم. وأيضا ما ننسى كمية الماء اللي نتناولها، يجب أن تكون من 8 إلى 10 كاسات في اليوم، وبالإضافة إلى ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا عشان تكون لك وقاية من أمراض العصر. فبالنهاية الرجيم ما هو صعب، أو اتباع نظام غذائي مو صعب، أنت باستطاعتك أن أنت تضبط وجبتك، تأخذها من جميع المجاميع الغذائية وبكل سهولة، ما تحرم نفسك، تقدر تأكل أي شيء، ولكن مثل ما قلنا باعتدال.
هذا كان موضوعنا اليوم، نراكم في حلقات أخرى من برنامج أجر وعافية.